ولمزيد من التفاصيل حول زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لمصر واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم، ينضم إلينا هاتفين الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. تحياتي لك دكتور هشام. وجلسة المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي شهدت توقيع عدد من اتفاقيات التبادل الاقتصادي والعديد من اتفاقيات الطاقة والاستثمار، ما دلالة ذلك؟ مساء الخير في البداية، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو بالتأكيد العلاقات المصرية الكورية على كافة الأصعدة السياسية واقتصادية بالتأكيد متميزة، لكن يمكن ما حدث خلال العام الماضي صوره بداية انطلاقة حقيقية لعلاقة أكثر قوة في المستوى الاقتصادي فيما بين الجانبين. واقع الأمر أنه حجم التبادل التجاري فيما بين الجانبين اللي هي يمكن خلال العشر أشهر الأولى من العام الماضي 2021 نقترب من 1.9 مليار دولار، ومتوقع أنه الحقيقة الرقم يتضاعف خلال الفترات القادمة، أخذا في الاعتبار أنه معدلات النمو خلال العام الماضي يمكن تتخطى 46%. وبالتالي يمكن في أوجه للتعاون فيما بين الجانبين في عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي إذا ما كان هناك مزيد من الاهتمام بها، وخاصة من جانب مجتمع العمالة، أتصور أنه هيكون في هناك آفاق جديدة لهذه العلاقة. مؤكد المحور الأساسي اللي بتنطلق فيه الدولتين على المستوى الاقتصادي هو منطقة التجارة الحرة فيما بين الجانبين. التصور أنه مجالات التعاون فيما بين الجانبين متسع للغاية في عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي، بنتكلم على قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة الجديدة والمتجددة بشكل خاص، بنتكلم على محطات تحلية المياه، بنتكلم على قطاع الصناعة الأدوات الكهربائية، بنتكلم على صناعة السيارات. الحقيقة مجالات متعددة وكثيرة، لكن يمكن الجانب المصري على وجه التحديد يحتاج لمزيد من التقدم التكنولوجي اللي موجود في عدد من الصناعات في الجانب الكوري، وهو ده يمكن محور اهتمام قطاع الصناعة على وجه التحديد بالعلاقات المتميزة فيما بين الجانبين. لكن دكتور هشام، كيف تابعت هذه العلاقات وكيف تنظر إلى هذه أو هذا التعاون، وكيف يؤثر أيضا على الاقتصاد المصري من وجهة نظرك؟ بالتأكيد كوريا دولة حامل الغاية في منطقة الفار إيست، منطقة جنوب شرق آسيا، ومصر أيضا دولة حامل الغاية في منطقة الشرق الأوسط. مؤكد أنه مصر بتسعى جاهدة لتقوية علاقاتها مع منطقة جنوب شرق آسيا، يمكن الصين، اليابان، كوريا بالتأكيد بتلعب دور هام للغاية في هذا الأمر، وأيضا كوريا أتصور أنها لها طموح كبير داخل المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وبالتالي هنا بتنشأ إرادة كلا الجانبين في تقوية مزيد من العلاقات الاقتصادية فيما بين الجانبين، أخذا في الاعتبار أنه كوريا قد تحتاج وبشدة لمصر كمحطة ارتكاز أساسية للاستثمار في المنطقة، ومصر أيضا تحتاج لكوريا لأنه هي جزء مهم من الصادرات الصناعية على وجه التحديد المصرية للخارج، بيكون فيها جزء التكنولوجي أو جزء مكون من الجانب الكوري، وبالتالي من هنا بتنشأ أهمية العلاقة فيما بين الجانبين اللي تتخطى مجرد حجم التبادل التجاري فيما بين الجانبين على الرغم من أهميته ومعدل النمو المرتفع فيه، لكن أتصور أنه العلاقات الاقتصادية وافقها التي يمكن أن تتسع خلال الفترات القادمة يمكن أن يعول عليها كلا الجانبين، ومن هنا هي يمكن بتأتي زيارة رئيس كوريا لمصر، أخذا في الاعتبار أنه هذه الزيارة يقولوا يمكن منذ 16 عام، وبالتالي ده أتصور أنه هيضيف كثيرا للعلاقات الاقتصادية على وجه التحديد فيما بين الجانبين. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك.